السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تزامناً مع عيد الوطن العراقي، كل عام ونحن مؤدون لنداء المرجعية، كل عام ونحن تحت لواء السيد علي السيستاني، كل عام ونحن تحت لواء قائدنا الثوري سيد علي خامنئي، كل عام ونحن نقول لبيك يا نصر الله وقطعاً سننتصر. أهلا بكم في تغطياتنا المستمرة لآخر التداعيات في الشأن الفلسطيني واللبناني، نبدأ بعد الفاصل. لا يجوز أن نيأس، اليأس هو خلق الضعفاء، هو خلق الفاشلين، هو خلق عديمي الإرادة وفاقدي العزم. أما أنتم، أما نحن، أما الذين وقفنا في وجه العواصف العاتية وصمتنا وبقينا وانتصرنا، لا يمكن أن نسمح لليأس أن يتسلل إلى قلوبنا. أهلا بكم من جديد، نبدأ تغطيتنا لهذا اليوم مع ضيوفي بالاستوديو أستاذ علي عودة جبور المحلل السياسي، أهلا بك، وعبر سكايب إسماعيل نجار من بيروت. بداية نتكلم أكيد بالرد الإيراني وصداه يوم أمس، كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان موجود في قطر، وأكيد وجه رسالة تعزيز لما قاله سابقا بنحن مستعدون للرد الأقوى إن ردت إسرائيل. ما هو رأيكم أستاذ علي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد التحية لك سيدتي الكريمة، وتحية لضيفكم الدكتور النجار ولقناة الأيام الفضائية وجمهورها الكريم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة العيد الوطني لبلدنا العراق. بالنسبة لعملية القصف الصاروخي الذي استهدف معاقل الكيان الصهيوني في مواقع متعددة، إنها رسالة موجهة إلى أولاً إلى الكيان الصهيوني حتى يعرف حجمه أولاً، ومن ثم الرد العنيف من قبل الجمهورية الإسلامية. الرسالة الثانية إلى المتربصين والمشككين بقدرة إيران، والذين استغلوا صبر إيران واستراتيجية إيران في كيفية الرد، فأرسلت لهم رسالة واضحة: لا تستعجلوا في الحكم، لدينا مقومات الرد، لكننا دولة مؤسسات وليس دولة شخص واحد مجرد أن يعطي قرار، مثل ما تقوم الدول العربية وكان المقبوض صدام بتصريح واحد يعني يدمر العراق ويدمر المنطقة، لكن الجمهورية الإسلامية دولة مؤسسات، مراكز دراسات استراتيجية تقدم النصائح، مجموعة كبيرة من المستشارين ولديهم خبرات طويلة ولديهم روحية في كيفية التعامل مع الأزمات. كانت أزمة كبرى عندما استهدفوا الشهيد حسن نصر الله، والجراح بصراحة يعني طعنت قلوب كل الشرفاء في العالم، لكن يجب علينا أن نتعامل مع هذه الأمور بصبر وبعقلية لا بعنجهية وانفعالات شخصية. لذلك فإن الرئيس الإيراني عندما ذهب إلى قطر وصرح بهذا التصريح، إنما ينبع من الثقة ومن الواقع الأمني والعسكري والسياسي واللوجستي لدى الجمهورية الإسلامية. أعتقد أن إسرائيل وبعد الضربة وبعد الجريمة الكبرى وضعت نفسها في موقف لا تحسد عليه محلياً وأقليمياً وعالمياً، بل حتى حلفاء إسرائيل أبدوا لها النصيحة بعدم الانجرار وراء مضاعفة هذه الجرائم. لأن ردة الفعل كانت واضحة، ومن ثم إذا ما أقدمت على تكرار هذا الأمر ربما تكلفها كثيرا. لذلك الواقع الرسمي والشعبي داخل إسرائيل المتمثل بحزب العمل المعارض وكذلك الشارع الإسرائيلي الذي هذه الانشقاقات في داخل الكيان يجابهها قوة واحدة لإيران، إيران كلمة واحدة ولن تتراجع عنها، والكل
نفس التصريح عكس الاختلاف بالآراء والتصاريح من قبل الكيان الصهيوني. لنتحدث بشفافية وصراحة. نعم. النظام يعني نظام الحكم في إسرائيل نظام ديمقراطي. نتواضع ونتفق على أنه هذا الأمر. بالنسبة لحزب العمل، حزب العمل يعتبر من الأحزاب المعتدلة مقارنة بالليكود وقائدها نتنياهو. لذلك فإن الضغط من قبل حزب العمل على الحكومة الإسرائيلية المتمثلة برئيس وزرائها وكذلك الحزب يعتبر هذا ضغط كبير سيدغدغ مشاعر الإسرائيليين الذين هم بحاجة إلى دفعة بسيطة من قبل حزب العمل أو من قبل الإعلام الخارجي. نجد أن الإسرائيليين يعني اليوم في الخنادق وفي يعني صحيح. في جحور في جحور تحت الأرض، وكذلك الحياة الطبيعية في إسرائيل اللي كانت عليها قبل شهر أو أكثر اختلفت كثيرا عما كانت عليه. المطارات لم تكن طبيعية، كانت المقاومة مستمرة خلال هذه الفترة مقارنة بهذا الأسبوع. نعم. يعني أنا أستاذ علي خلينا ننتقل للأستاذ إسماعيل نجار، أهلا بك من جديد. أحرانوت البارحة صرح يوم أمس الرد على إيران ليس مؤكد أن نتفق مع واشنطن، لكن نعلم أنه يتعين علينا الرد. ما هو تعليقكم؟ أمركم بألف خير، تحياتي لك للضيف الكريم أختي الكريم. منذ أن تحدثت صحيفة يلعود حرينوت بالأمس بأن الرد على إيران سيكون سيأخذ وقتا من أجل إعادة تنظيم القبة الحديدية، هذا الأمر يدل على أن إيران تريد أن تأخذ فترة من الوقت لتقيم ردها على إيران. هل إذا ردت سيكون الرد الإيراني 10 أضعاف مدمرا؟ ما سيكون، ماذا سيحصل للكيان لو ردت إيران مرة أخرى بشكل أكبر؟ هناك أخذ ورد سياسية، وأنا أؤكد لك أن إيران سترد ولكن إسرائيل سترد، وإسرائيل ابتلعت الضربة لأنها تعرف ما من تتعامل. عندما يقول أي مسؤول إيراني سنرد على إسرائيل يعني لا شك في هذا الكلام، أصبح كأي سورة في القرآن، سنرد يعني سنرد، هذا الأمر متفقين عليه. إسرائيل تتخبط، تمزقت في غزة ولم تستطع من تحقيق أي هدف، الهدف إعادة الأسرى، أين الأسرى؟ زالوا معركة عمل. قالت نريد أن نعيد المستوطنين إلى منطقة شمال فلسطين منذ 4 أيام، والمعارك البرية تدور على الحدود، لم تتمكن إسرائيل من اختراق الحدود شبر واحد، وأنزلنا بهم ضربات مميتة وقاتلة، والحمد لله رب العالمين. الشباب يقاتلون بروحية السيد حسن نصر الله، يعيش معيهم في أذانهم سماعة الأمين العام. يعني إسرائيل التي أصبحت عاجزة عن الرد على الضربة على إيران، وعاجزة عن استعادة الأسرى، وعاجزة عن عودة يعني مستوطنيها إلى الشمال، هي فقط تقوم بالتدمير وعلى عمليات القصف من أجل التدمير وعمليات القصف. نتنياهو خسر كل أي أفق ممكن أن يتاح له من أجل الوصول إلى نصر ولا بصير. خلال عملية اغتيال سيد نصر الله وقطع حزب الله نفش ريشه الكبير وزادت شعبيته داخل الكيان الصهيوني، وأصبح يشعر بأنه هو ملك إسرائيل وملك الدولة اليهودية القادمة. فليعلم الجميع أن المعركة التي نخوضها اليوم في لبنان هي خط الدفاع الأول عن كل الأمة العربية والإسلامية. اليوم العراق يقاتل معنا، يضيء ظلمتنا، يبلسم جراحنا، يقدم لنا المساعدات، يقصف بالطائرات بالصواريخ الباليستية، اليمن يقدم المساعدات بالصواريخ الباليستية والمسيرات، ويؤدب الأمريكيين والبريطانيين في البحر الأحمر. سوريا مشكورة على كل ما قدمته، فتحت حدودها وبيوتها وأبوابها وكل شيء ذهابا وإيابا. الجمهورية الإسلامية هي تاج الرأس الذي يدعمنا، لكن ما نريده نحن أن ما نريد أن نقوله نحن للدول المطبعة والدول الزاحفة نحو إسرائيل والتي تظن أنها تستطيع الحصول على الحماية الأمريكية أو الحماية الصهيونية، إيران ليست عدو لكم، هم زرعوا في أذهانكم أن إيران عدو، ولكن الحكام التي تحكم بلدانكم أيها الأخوة العرب هي أنظمة صهيونية بامتياز. سيأتي الدور عليها، سيأتي الدور على الأردن، وسيأتي الدور على مصر، وسيأتي الدور على السعودية وعلى كل الدول التي تسحب باتجاه تل أبيب. أما نحن سنموت واقفين. ماذا تقصد سيأتي الدور على الأردن ومصر أستاذ إسماعيل؟ نعم، ماذا تقصد بأن الدور سيأتي على الأردن ومصر؟ ها
نعم قلت أنا أردن ومصر والسعودية. نعم. لما بتقول يعني راح ينقلب الحال، هم مؤمنين لهذا التطبيق. واضح أن لدى إسرائيل مطامع كبيرة داخل الأراضي المصرية وداخل الأراضي الأردنية وداخل الأراضي اللبنانية وداخل الأراضي السعودية. هذا المشروع الذي جاء به نتنياهو بعد هزيمته في قطاع غزة فقط من أجل أن يطيل من عمر الحرب، جاء به من أجل أن يقول أنا داود الثاني. يا أختي الكريمة، نحن سنقاتل حتى آخر نفس، سنقاتل نعم. حتى آخر رجل، لن نستسلم. روحية السيد حسن نصر الله هي متعشعشة ومتغلبلة فينا. أيضا نحن جنود الإمام الخامنئي، جنود السيد السيستاني، كيف سننهزم ونحن أبناء حيدر الكرار؟ هل يعقل أن أبناء مرحب يعني يتغلبون على أبناء حيدر؟ هذا أمر مستحيل. وأنتم كوسيلة إعلامية محترمة نقدر تعرفون تماما، وتصلكم الأخبار عن الحدود، والله شيء يثلج القلب. صحيح، عمليات كثيرة. نعم كسر. صحيح، عندما نرى إشلاء الصهاينة ممزقة في كل مكان. صحيح، تفضل. سأعود لك أستاذ إسماعيل. على أقل تقدير 27 عملية نفذها حزب الله بانتصار على الحدود اللبنانية، ما صدى هذه العمليات على داخل الكيان الصهيوني أستاذ علي؟ أنا قبل قليل قلت بس ما كملت حديثي حول ردة الفعل داخل الشارع الإسرائيلي. نعم. قبل هذه العملية كان الضغط كبير على الحكومة الإسرائيلية جراء الأمهات والأخوات الذين اللواتي فقدن أولادهن في الجبهة وفي مناطق المتحصنين فيها. يعني القواعد العسكرية والمطارات العسكرية ربما انتهت نهائيا. هذا الأمر جعل من ردة فعل الشارع الإسرائيلي أن يضغط كثيرا على الحكومة الإسرائيلية، وكانت الحكومة الإسرائيلية متخبطة في قراراتها، مرة تقول سنرد ومرة تحاول أن تنسحب تدريجيا، أو لنقل أنها تحاول أن تمتص النقمة الشعبية وكذلك السياسية داخل الأراضي الإسرائيلية. اليوم احنا شفنا أنه حتى في بعض الدول الغربية التي كانت ربما يعني تدعم إسرائيل بعد هذه الفظاعة التي ارتكبتها منذ 7 أكتوبر عام 2023 في غزة وفي الأراضي الفلسطينية ومن ثم زادتها في لبنان، هذا الدعم اضمحل كثيرا، بل هناك داخل أوقع سياسية مظلمة ربما تضغط على إسرائيل لغرض التوقف عن هذه الأمور، لأن وضع إسرائيل أصبح ربما مصطلح سنصلي في القدس كان يستهزئ به القادة الإسرائيليين وكذلك بعض العملاء الذين يستهزئون. يراه بعيدا ونراه قريبا. أحسنتي. هذا الأمر بدا واضحا ربما قريبا على الكثيرين من الذين لم يقفوا مع محور المقاومة. أنا أتحدث عن العملاء والذين يتربصون لمحور المقاومة. اليوم هذا المصطلح أصبح ربما أمامهم واضحا، وربما إسرائيل في عملية كبرى ومن خلال تكتيكات إخواننا في الحوثيين وحزب الله وكذلك محور المقاومة في العراق وفي سوريا ربما يجعل من إسرائيل في تذهب إلى التاريخ وتصبح القدس عاصمة لفلسطين، وكذلك تكون الصلاة جمعا مع الأخوة الشيعة والسنة. هذا الأمر أتحدث به من خلال ردات الفعل الحديثة التي جاءتنا اليوم. يعني لاحظت التوحد بين الشعوب، بل اندمجوا وانغمسوا في يعني في طريق واحد هو طريق تحرير فلسطين، وابتعدوا عن تلك منابر الفتنة التي كانت تحاول زرع الفتنة بين الشيعة والسنة. لدينا الشيعة يتحدثون عن فلسطين أنها قضيتهم المركزية بعيدا عن الطائفة التي ينتمون إليها، والعكس صحيح عندما نجد الفلسطينيين الشباب. أنا أتحدث عن الشباب، الشباب هم الذين يعني قصدك الجيل هذا المتأخر. هذا الجيل احنا كنا نتابع التواصل الاجتماعي. صحيح. نجدهم انهم منفعلين وكذلك منغمسين في قضية فلسطين وترابط بين حزب الله. حتى السيد حسن نصر الله اللي كان هو رمز ربما كان رمزا شيعيا، نتحدث بصراحة اليوم، السيد حسن نصر الله حتى الهتافات في فلسطين وعمان، في عمان العاصمة الأردنية. نعم. وجدنا هذا الشباب المندفع
في أهازيج تتحدث عن زعيمنا السيد حسن نصر الله. يعني الحقيقة واضحة أستاذ علي، يعني بعد أنه ما يخفى الشيء، يعني هذا الشباب إذا ما عنده وعي هسه شو وقت يصير عنده بعد وعي؟ يعني الحمد لله الحقيقة واضحة للجميع أنه من الشر ومثل الخير ليس كما ادعانا. خلينا نتحدث عن العراق. نعم، يعني احنا عندنا شباب يتأثرون بالإعلام وتأثروا كثيرا أيام تشرين وغير تشرين، وأصبحوا يعني من أولادنا أصبحوا ربما لا أقول أعداء ولكن خصوما لنا. اليوم وجدناهم أكثر من عندنا، احنا جد بالتواصل الاجتماعي من خلال ظهورنا بالإعلام بانت الحقيقة. يعني هذول الشباب أنا بصراحة أعول عليهم كثيرا، هؤلاء الشباب أنا أتحدث شباب العراقي الذين كانوا في جبهة أخرى ليس في جبهتنا، اليوم أصبحوا أكثر يعني فاعلية من احنا اللي كنا مع من زمان مع هذا الخط المحور. هذه كلها تبعث إلى الاطمئنان وأن الأمور أصبحت واضحة وأن إسرائيل في وضع لا تحسد عليه لا داخل الأراضي الإسرائيلية ولا حتى في المنطقة ولا في المحور الإقليمي ولا حتى دولية. طيب أستاذ إسماعيل، أنت أكيد بدراية بتحركات الكيان الصهيوني بـ 2006 واليوم، صار هم يومين يحاولون الدخول من مارون الراس، من بلدة يارون، من كفر كلا، مدن معينة تختلف عن 2006، لكن أكو أيضا فشل بهذا الموضوع، أكو تلاحم مباشر، أكو قتال مباشر، أكو عبوات موجودة بنفس الطرق، لكن الكيان يعني ما أعرف ما جاي يستوعب الموضوع ويحاول مرة أخرى. هذا التغيير بالتوجهات وما يجابهها من حزب الله، كيف تفسر لنا الوضع على الحدود؟ أختي، نحن منذ انتهاء الحرب عام 2006 أخطأنا العدو مرة قتال ومرة قتال، يعني بدأنا بالتجهيز للحرب القادمة لكن في وسائل حديثة ومتطورة، وتمكننا بحمد الله أن نؤمن ترسانة كبيرة جدا وكبيرة وضخمة جدا لجميع أنواع الأسلحة المتطورة والفتاكة، إن كانت التي يستخدمها المشاة وإن كانت من الصواريخ الهاتفية وبعض الأجهزة التكنولوجية وغيرها. اليوم عندما قامت إسرائيل بالعدوان على قصفت يعني نعم نسمعك. إسرائيل قامت بقصف مدنيين وادعت بأن في منازل هؤلاء المدنيين يوجد صواريخ، كما ادعت واشنطن أنه في جوارير الملاعق والصحون في العراق يوجد سلاح نووي. كذبة أمريكية إسرائيلية سمجة تبرر لقصف المدنيين من أجل الضغط على المقاومة لليل ذراعها. أصر سماحة الأمير عبد السيد حسن نصر الله حفظه الله بأن المعركة معركة مساندة غزة مستمرة ولا يطلق النار إلا بعدما يخرج العدوان على غزة. اشتدت عملية القصف بعد استشهاد سماحة الأمين العام ووصلنا إلى المواجهات المدنية. ما الذي فعلته إسرائيل؟ إسرائيل متهيبة من الدخول لنظام الصراعات لأنها تعرف قوة المقاومة، تعرف أن قوة الرضوان وقوة حي، يعني قوة الرضوان تم تسليط الضوء عليها كأكبر قوة نخبوية، لكن لدينا وحدات أخرى لا تقل المهارة وقوة عن قوة الرضوان، لكن أنه مساء بأن قوة الرضوان هي التي تمسك الحدود وباقي الوحدات تنتشر خلفها للمساندة. استهابت إسرائيل من التقدم، حاولت بعدما طاغت البنك الأهداف قالت علينا أن نتقدم برا، حاولوا أن يمتحنوا بعض الثغرات، يعني يختبروا بعض الثغرات لربما يستطيعون الدخول منها. في ثغرة من الثغرات في منطقة كفركلا ترقبتهم المقاومة وتركت لهم الطريق مفتوحة لكي يدخلوا إلى أحد المباني المتطرفة، وهناك كانت الطمة الكبرى عندما وصلوا وبدأت المقاومة بعمليات الالتفاف عليهم وقصفهم بالصواريخ والأسلحة الرشاشة، ورادت معارك طاحنة بين الفريقين لساعات معدودة سقط فيها ما يقارب 30 جندي إسرائيلي. إسرائيل اعترفت ب 20 فقط. 300 أستاذ العدد، ممكن تعيد العدد؟ كم شخص من العدو؟ 30 جندي قتلوا بتأكيد المقاومة من العدو، إسرائيل اعترفت 20 قتيل فقط. صحيح، لكن الحقيقة هي ايش قد العدد؟ حاولوا الاتفاق بجبهة مارون الراس إلى الجهة الشرقية، لأن المنطقة هي منطقة مارون الراس مرتفعة ومقابلة إلى مسكاب عمرو الطلي، وهناك منطقة سهلية جدا.
تركتهم المقاومة حتى وصلوا إلى مكمن المقتل وفجرت بهم عبوات ناسفة. ومنذ الأمس واليوم أرض مليئة تفجير، والعدو يضغط بسلاح الجو وبالقوطات من أجل الوصول لسحب قتلاه وجثثه من أرض المعركة ولن يتمكن. أيضا خلال عملية التصفية للجمهورية الإسلامية على داخل فلسطين المحتلة، قامت قوات الرضوان بالدخول إلى مناطق إلى داخل فلسطين المحتلة، وتم القضاء على 20 جندي صهيوني. إذا حاولت إسرائيل أن تنكر فإن مقاتلون الذين دخلوا وثقوا العملية بالكامل وبقطعيتها. الآن أختي الكريمة بالمختصر، يدور قتال عنيف محتدم جدا على مسافة صفر بين رجال الله سيد حسن نصر الله وبين الجيش الصهيوني. والله يا أختي وحق الحسين وعلي بن أبي طالب يسمع صراخ الصهاينة حتى لبنان، هذا اللي دخل الأراضي اللبنانية وعويلهم. يعني الشباب مثل ما بيقولوا عندنا نتفوهم تكتيك. إسرائيل أعجز من تستطيع أن تتقدم شبر واحد إلى داخل الحدود اللبنانية ولو كلفت مئات من الشهداء من شبابنا. إسرائيل لن تستطيع اختراق الحدودية، فشلت جوًا، صفر مرك أهداف، واليوم بدأت المعركة البرية التي ستقلب الموازين وستثبت للعالم أن أبناء حيدر الكرار لا يهزمون. يعطونا مرة هزم علي بن أبي طالب لنعطيهم مرة هزم نبيه. أحسن، سأعود لك أستاذ إسماعيل. يعني أستاذ علي الحمد لله على غباء الصهاينة، هذه نعمة. هم ينقتلون وما يقدرون يأخذون لا قتلاهم ولا جرحهم ويحاولون مرة ثانية، وأمامهم قوة يعني هي بس العقيدة وحدها، بس لبيك يا حسين هي هاي وحدها تنطيك قوة. إحنا يعني شفنا إحنا زيارة الأربعين عندنا ونشوف هذه القوة والاستقبال وغيرها والثورية اللي موجودة عند إخواننا اللبنانيين اللي يجون مناك اللي نستقبلهم. كيف بالمعركة العد مع ذلك هم مصرين على محاولات الدخول؟ يعني إحنا بالنسبة لنا كعراقيين ومن خلال العقيدة، لم يتعرض شعب في العالم كما تعرض له الشعب العراقي جراء السياسات القمعية لدى نظام المقبوص صدام ولمدة 35 سنة. قافلة من الشهداء، قوافل من الشهداء، ومن أحسن العوائل، عوائلنا في العراق ضحوا بأغلى ما يملكون، لكنهم لم يتوقفوا أبدا، بقوا في هذا الأمر. هذا الأمر هو العقيدة، العقيدة انعقد الأمر لدى العقل العراقي أو العقل الإسلامي. هذه العقيدة جعلت من المقاتل في حزب الله حتى وإن كان لم يتدرب تدريبا يعني متطورا جدا، لكنه يفكر في كيفية القضاء على الاحتلال الإسرائيلي. هؤلاء الإسرائيليون مثلما يجدون أنفسهم بأنهم ليس لديهم عقيدة، ليس لديهم شجاعة، ليس لديهم أيديولوجية في العمل، يتوقعون الجانب الآخر مثلهم. لكن هيهات العقيدة لدى المقاتل في حزب الله تعادل 1000 مقاتل في داخل الجيش الإسرائيلي. وكما ذكر الدكتور النجار، يعني شفنا جنود وضباط قادة إسرائيليين يبكون مثل الطفل عندما يتعرضون للحصار أو يتعرضون للأسر. هذا كأنهم مجبرين على الدخول للقتال، ربما حتى وإن كانوا ليسوا مجبرين، هم جاءوا من أجل الوظيفة ومن جاءوا من أجل عقلية أنه الأرض الموعودة. لا أنه هم يعني رسموا لهم طريق بانه احنا الشعب المختار واحنا ان هذا كله وهذا ارضنا وهذا يعني هذا البناء اللي هم ما شافوه بالحقيقه وبالواقع. وهناك في الجانب الاخر الاعلام الاسرائيلي يصور على ان مقاتلي حزب الله ومحور المقاومه بان ليس لديهم خبره وليس لديهم شجاعه وليس لهم قياده، كما يصورها البعض بأن إيران تخلت عن محور المقاومة. تلك العوامل وعوامل أخرى هي التي تجعل من الجندي الإسرائيلي يحمل هذه العقلية. هذه العقلية تكلفه كثيرا، وهذه مسؤولية القيادة الإسرائيلية. ومن ثم ما تفضلت، الحمد لله أن أكو هيك أمر. هذا الأمر يصب في مصلحتنا ويعزز انتصاراتنا ويرسل رسالة إلى عوائل الجنود الإسرائيليين وضباطهم بأن لا تخاطروا، بل أن مطارات تل أبيب
أصبحت هجرة عكسية إلى خارج إسرائيل جراء الهلع والخوف من المصير المحتوم وهو إبادة هؤلاء المجرمين. لا نتحدث عن الشعب الإسرائيلي اليهودي، وإنما نتحدث من يطلع بهذه المهمة لغرض يعني مضاعفة الجرائم بحق المدنيين في فلسطين وفي لبنان. نعم. وفي باقي الدول. طيب أستاذ إسماعيل، أرادوا التعتيم الإعلامي، لكن مع ذلك في فيديوهات تتسرب لمقتل الصهاينة وغيرها، من ضمنهم الصور الأقمار الصناعية لقاعدة نيفاتيم، وبدت يعني الأضرار واضحة على الرغم من أنه العدو قال بأنه يعني الضرر سطحي ولم يكن عميق، لكن الصور أثبتت عكس ذلك. عزيزتي، الصور الأقمار الصناعية التي أظهرت حجم الدمار في منطقة نيفاتيم وفي قواعد عسكرية أخرى حاولت إسرائيل تضليلها وتضليلها بغيوم رقمية بعدما تم انتشارها، لكن كنا حصلنا على كثير من هذه الصور قبل أن تقوم إسرائيل بإخفائها وسحبها من التداول. الأمر الأهم من ذلك أن وسائل إعلام إسرائيلية سربت بأن في قاعدة نيفاتيم أصيب 20 طائرة F-35 لحقت أضرار فيها، يعني ما بين مدمرة وبين لحقت أضرار، والجميع يعرف أن الطائرات هذه يعني باهظة الثمن ومكلفة جدا، واليوم تعتبر هي الذراع الضارب للجيش السلاح الجو الصهيوني. الضربة الإيرانية على هذه القاعدة أخرجت 20 طائرة F-35 من الخدمة، وأخرجت عدد يعني غير معروف بصراحة، لا أستطيع أن أتنجح، من طائرات F-15. قصفت يعني ما مرعيب الصيانة لهذه الطائرات أيضا، ومخازن الصواريخ، وأيضا المواقف التي تتم إيقاف سيارات العاملين والضباط فيها وأماكن المنامة. الأضرار كانت كبيرة جدا جدا وللغاية، ونحن في لبنان يعني نقوم بتقييم هذه الأضرار. هي أكبر ضربة ناجحة للجمهورية الإسلامية أو حلفائها وجهت للعدو الصهيوني، وهذه أكبر ضربة يعني تأكلها إسرائيل منذ أن تأسس هذا الكيان حتى اليوم، لأن الصواريخ الفرد صوتية في الكلمة لم يعني يستطع اعتراضها أي دفاع، منظومة دفاع جوي كبيرة جدا مهما كانت متطورة، ووصلت بسرعة 10 يعني بعشر دقائق إلى هدفها انطلاقا من الأراضي الإيرانية. نعم. إسرائيل بدأت تنظر إلى الأمر خطير جدا اليوم، عندما تستطيع إيران خلال 10 دقائق توجيه ضربة قاسمة للعدو الصهيوني. هذه رسالة أن ما رأيتموه هو فتاح واحد، لو أجبرتمونا على استخدام 2 و3 و4 ستصل الصواريخ بأقل من 10 دقائق، وأن إسرائيل حينها، أنا أعود للتصريحات الذي قالها الإمام الخامنئي والذي قالها الرئيس إبراهيم رئيسي والقادة الإيراني من قبل، أن إسرائيل تسوى بالأرض خلال نصف ساعة. أنا أصبحت أؤمن يعني بالأساس، أنا أؤمن ولكن كنت مذهول، اليوم أصبحت على يقين بإيماني هذا بأن الجمهورية الإسلامية قولا وفعلا تستطيع تسوية إسرائيل بالأرض خلال 30 دقيقة فقط. ونحن في لبنان نمتلك أيضا قوة صاروخية، ونمتلك صواريخ فرد صوتية، ونمتلك صواريخ دقيقة لازلنا محافظين عليها، لم نستخدمها لأننا لسنا بحاجة إليها. نعم. تحتاج ما يقارب 10 ثواني للوصول إلى أهدافها. إسرائيل تحسب هذا الحساب وتعرف جيدا أن خلاصها بوقف العدوان على غزة، صحيح، وترك فلسطين. نعم. فقط لغاية. نعم أستاذ علي، تعليمات مشددة من قائد يعني قادة الكيان الصهيوني بالتزام بالمناطق القريبة من الملاجئ إلى 5 أكتوبر، ليش هذا الوقت بالتحديد؟ يعني وشو يتوقعون بعد 5 أكتوبر يعني مثلا؟ يعني هناك تواريخ يعني تبقى عالقة في أذهان الشعوب، يعني 17/2023 سيظل مثل 5 حزيران. لا هم يقولون لحد هذا اليوم انه ابقوا قريب من الملاجئ، بعدها شنو يعني يدخلون الملاجئ وينتظرون راح تصير ضربه من اسرائيل قويه او العكس، لو شنو تفسيرك؟ اسرائيل لا تقوى على ضربه عسكريه كبرى. لا تقوى، لكن ربما احيانا تجدها نفسها في ورطه. نعم. وتتخبط في قراراتها.
يعني احنا شفنا احنا المقبوض صدام كان يعني احنا كل شوي نرجع عليه لانه ايه. هذا شاهد على صح. على البلطجه والعنجهيه والتخبط صح. اليوم الوضع الاسرائيلي اتحدث عن القياده الاسرائيليه اصبحت في موضع في موقف ربما يشابه موقف صدام عام 2002 قبل الاحتلال الامريكي بدا يتخبط في قراراته تاخذه العزه بالاثم انا اتحدث عن اسرائيل لأنه لا يستطيع أن يصارح الشعب الإسرائيلي ولا حلفاء بأن وضعهم لا يسمح ب يعني ممارسة العمل السياسي والعسكري والأمني بصورة طبيعية لذلك ربما يحاول أن يغطي تلك الهزائم وأن يغطي ما يعني ما تعرض له موقفه من خلال الهجمات التي قام صحيح. بها حزب الله وكلف الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة وموثقة في مواقف مواقع التواصل الاجتماعي حتى أن إذا تسمحي لي هاي صحيفة يديعوت حانوت هذه أقدم صحيفة وأشهر صحيفة في إسرائيل ويعول عليها في رسم سياسة إسرائيل وكذلك طرح ما موجود داخل القيادة الإسرائيلية يعتمد عليها الجانب الإسرائيلي المواطن الإسرائيلي وكذلك خارج إسرائيل هذه كأنها ناطق رسمي به يعني جريدة لديها باع طويل في عالم الصحافة والإعلام الإسرائيلي هذه الصحيفة هي التي ربما هذه الأيام ترنحت وبدأت تبث أخبار تعبر عن الموقف يعني الضعيف الذي تمر به إسرائيل لذلك 5 أكتوبر أو 7 أكتوبر ربما تسريبات إعلامية مثل ما قالوا قبل هذا الأمر قبل عندما قالوا سنهاجم رفح وسنعمل وسنهاجم برن سنهاجم غزة ورفح أقوى قوة مقاومة في رفح يعني رفح عندها قوة مقاومة تختلف عن بس فلسطين بس كلها بس التسريبات الإعلامية الإسرائيلية ماذا قالت؟ قالت سنقتحم رفح هاي واحدة اثنين قالوا احنا راح نقتحم الجنوب اللبناني ونؤمن شمال إسرائيل هي بالعكس شمال إسرائيل تعرض إلى وابل من الصواريخ من قبل حزب الله وكذلك ترنح ورجع إلى الخلف الجيش الإسرائيلي بل لم يقوم بعمل بري ضد حزب الله لذلك 5 أكتوبر و7 أكتوبر وغيرها هذه مجرد تسريبات إعلامية ربما مراكز الدراسات والمستشارين هم الذين ينصحون الحكومة الإسرائيلية بالتهاب هذه التصريحات لامتصاص الغضب ومن ثم ربما سترات أو تكتيك جديد يحاول إخفاء هذه الهزائم. أكتوبر مظلم إن شاء الله عليهم يعني كل دمارهم بأكتوبر إن شاء الله. أستاذ إسماعيل أنت كيف تفسر التعليمات المشددة من جبهات القادة الداخلية في الكيان بتوقف الدراسة وأيضا التواجد قرب الملاجئ إلى 5 أكتوبر يعني شنو حياتهم ما متوقفة قبل ذلك؟ يعني الكيان الصهيوني يظن باننا نريد ان نرسل له معايده في 5 اكتوبر يعني لا اظن قطعا ان هذا الكيان يريد وقفا للطلق نتنياهو اختي الكريمه يدافع عن نتنياهو هو دائما يبحث عن مخرج لمصيره لطالما ان لا يوجد هناك مخرج لمصيره الشخصي بان يستمر في الحكم ويبتعد عن المحاكمه فانه سيبقى مصر على الهروب الى الخارج بالأمس هرب إلى لبنان واليوم يبحث عن مخرج آخر ربما يخرج باتجاه إيران وسيلقى ردا كبيرا ربما يخرج باتجاه جنوب سوريا لا أحد يعرف ماذا يفعل لكن كل الأحوال هو يرسم نهاية كيانه نتنياهو يتخبط ويرسم نهاية الكيان لا تستطيع أمريكا والغرب أن تدعم زيلينسكي في أوكرانيا وتدعم نتنياهو في الشرق الأوسط إلى ما لا نهاية ولا تستطيع الشعوب العربية حتى الخانعة والخاضعة والمخدرة أن تتحمل مزيد من الدماء والقتل لا ربما أنه سيبقى شيء من الحياة في وجوههم يحركهم ضد الأنظمة التي تحكمهم والتي تساند إسرائيل المنطقة على صفيح من نار إذا انفجر الوضع بشكل كامل هل يحتمل العالم إغلاق المضائق وإيقاف تصدير الطاقة؟ هل تحتمل أمريكا صعقاً لكافة قواعدها العسكرية في منطقة الخليل في داخل العراق ستكون القواعد الأمريكية الجنوب والضباط رهائن لدى فصائل القوى الجهادية هذا أمر محسوب يعني أمريكا في ورطة وإسرائيل في ورطة ونتنياهو يريد تدمير الكرة الأرضية من أجل النجاة بنفسه على العاقلين في الإدارة الأمريكية أن يجدوا حلا لهذا الرجل
أن يقوموا بإزاحته أو اغتياله، التصرف كيف ما شاء من أجل تهدئة الأمور، وإلا نحن الحرب لصالحنا. نحن في حالات السلم أختي الكريمة، أرجو تعطيني القليل في حالات السلم، أمريكا سائدة مهيمنة مرتاحة، كل شيء تمام، تقوم بغارات في بغداد، تقوم بغارات في مناطق أخرى، تدعي أنها تحارب داعش مؤيدة بصناعة داعش، يعني تعربد في كل مكان، تفرض عقوبات على الشعوب، الحرب الناعمة، نحن جائعين، إسرائيل مزدهرة، الجميع بخير ما عدا قوى محور المقاومة. فإذا الحرب تقتلنا وتقتلهم، ليش بدنا نموت نحن من الجوع ونموت من الحصار وهم عايشين؟ لا، الحرب تقتلنا وتقتلهم. اليوم نحن من يجب من يطلب الحروب، نحن يجب من يعني يسجل على الورقة كم ما يريد، على أمريكا أن تنصاع، وإلا المنطقة الهادئة التي تسيطر عليها أصبحت اليوم منطقة ملتهبة تهدد وجودها وقامتها وهيمنتها عليها إلى الأبد. أن يعتقد نتنياهو أو غيره أن محور المقاومة سيترك أمريكا إلى الأبد تدل بأبناء شعوبنا، هذا أمر مستحيل. زمن الماضي ولا فرط عظامهم كامل. أحسن، أكيد إن شاء الله ننتظر إحنا عيدية على 7 أكتوبر إن شاء الله. من جانب آخر أستاذ علي، 17 غارة على الضاحية أقل تقدير، الضاحية الجنوبية تعرضت يوم أمس وخلال هذا اليومين لقصف، مع ذلك أنه محمد عفيف اللي هو المتحدث باسم حزب الله يعني يوم أمس أقام مؤتمر صحفي من المبنى اللي هدمت لقناة الصراط، وبين أنه هذه المباني مباني سكنية عادية، ما لا يوجد فيها كما يدعون من مخازن أسلحة وغيرها. التصعيد على الضاحية كيف تفسر ذلك؟ يعني أنا اليوم شفت أكو فنان لبناني ما أتذكر اسمه، يعني يقف أمام خراب المنزل، قال أنه سأني فنان لبناني وليس لي علاقة بالموضوع، ليش هاي العمارة كلها انهدت؟ ما هي الرسالة التي تود أن ترسلها إسرائيل للفنانين اللبنانيين؟ يتحدث عن زاوية محصورة، لا يتحدث بالمطلق. قال أنه هذه إسرائيل اللي يوهم، يعني يكون موهوم عندما يتوقع أن إسرائيل تتعامل بانتقائية مع أهدافها. صحيح هي استهدفت معقل حزب الله، لكن بالجانب الآخر هذه العمارة، العمارات التي ترتفع إلى طوابق عديدة، هل يعني سكنت هذه العمارات كلهم قادة عسكريون وكلهم سياسيون؟ لا، كلهم عوائل آمنة ليس لها علاقة بالموضوع. لذلك عندما تكون المؤتمر الصحفي في داخل حارة حريك أو الضاحية الجنوبية، إحنا نفتخر أنه هذه المنطقة أنا أعتبرها منطقة مقدسة لوجود حزب الله ولوجود سيد حسن نصر الله. هذه المنطقة المقدسة التي التاريخ لا سوف لا ينساها أبداً، جراء المواقف البطولية التي وقفت بوجه الكيان الصهيوني، وهذه المنطقة أصبحت من ألد أعداء القيادة الإسرائيلية. أنا لا أتحدث عن الشعب اليهودي. من هذه المنطقة إن شاء الله وهي انطلقت مدة زوال الكيان بإذن الله تعالى. شوف أستاذ إسماعيل كيف يقرأ، هو يعني أعرف بهذا الموضوع وهو في بيروت، كيف يقرأ تصعيد على الضاحية الجنوبية أستاذ إسماعيل؟ يعني بالأمس تفضل ضيف الكريم، قمنا أنا والحاج محمد عفيف وبعض الأخوة بجولة صحفية دولية في الضاحية، كان برفقتنا ما يقارب 500 إعلامي من كل دول العالم وتمثل كافة وسائل الإعلام، ومرينا على كل الأماكن التي قصفتها. ابتدأنا بقناة الصراط، هذه القناة الدينية، القناة التي تبث الأخلاق والقيم. ما ذنبها؟ لماذا تقصر؟ لماذا يقتل موظفوها؟ لماذا يقتل قاطني هذا المبنى من أطفال المدرسة؟ ما ذنبهم؟ فقط لأن هذا المبنى يبث القيم والأخلاق، هذا يتعارض مع بث الشذوذ واللواط والصحاق الذي يريد فرضه علينا ثقافتهم الغربية. أيضا قمنا بسحب الأخوة إلى مواقع أخرى بجولة كبيرة جدا داخل الضاحية، وفي الحقيقة جميع الوكالات الدولية أصابهم الذهول مما رأوا، وتأكدوا بأم العين وشاهدوا عن قرب وصوروا ووثقوا وأخذوا تصريحات أنها مباني مدنية سكنية يعيش فيها ناس بسطاء شيعة مؤمنون، لا ليست لهم أي علاقة بالحرب ولا بالسلاح ولا بأي شيء. إسرائيل تدمر فقط لتدمر، تقتل فقط لتقتل، هذه غريزة
وحشية حيوانية مريضة موجودة في الرأس الصهيوني، في العقل الصهيوني وفي الروح الصهيونية. الاعتداء على الضاحية أختي الكريمة يعني تهدف منه إسرائيل أولا إحداث دمار وخراب، ليقول الناس بسبب عظم الله بسبب المقاومة. لا، الناس لم تقول هكذا. معين الشريف وقف على أطلال منزله المدمر وقال: كنا نقول في دجلك يا سيد، هلا في دروحك يا سيد. إذا دمروا بيوت وقتلوا أبناء وما ظل منا حدا طيب، يا سماحة الأمين العام، نعم، في عليائه كلنا في دروحك، كلنا على خط السائل، لن نتراجع. أبناؤك في جنوب لبنان يسطرون البطولات، أنت تعرف لماذا أخبرك أنا، أنت ترانا ولا نرى. سلام الله عليك، سلام الله عليك، وأدعو الله أن نلتقي بك قريبا. وهذا أيضا دعانا أستاذ إسماعيل، أحسنتم. إذن هو يحاول القتل العقيدة والأخلاق والأساس اللي أسسه سيد حسن نصر الله، لكن على كلام أهلنا في لبنان فشرتم إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ علي، أنت أيضا يمكن على اطلاع على ما يحدث أيضا في المدن القريبة على الضاحية، أيضا في البقاع، في بعلبك، هذا مجاور النهر الليطاني، في تصعيدات أيضا قليلة على الرغم من ذلك. الآن هو الكيان مشتت باستهدافاته وادعاءاته، أنت كيف تقرأ ذلك؟ أنا قلت أنه يتخبط جراء الموقف الذي يمر به، موقف لا يحسد عليه، لذلك تجده أنه يتخبط في قراراته وفي جرائمه. اليوم ما عنده بعد هدف محدد، ربما عشوائيا يرمي، عشوائيا يرمي صواريخه أو يحاول من خلال الغارات الجوية أن يهاجم أي منطقة تتوفر لديه. هذا يدل على الضعف العسكري والاستراتيجي الموقف الذي لا تحسد عليه، والاستخباري والسياسي لدى الكيان طبعا، أمنيا وعسكريا وسياسيا وشعبيا. وكذلك عندما يتحدث يعني يفكر في الحزب المعارض، حزب العمل، هذه نقطة مهمة يجب أن ننتبه إليها. يعني حزب العمل من أهم النقاط التي تحاول أن تضعف حزب الليكود وتضعه في موقف لا تحسد عليه. احنا مطلعين على الواقع السياسي بين هالحزبين. الحزب اذا تسمحي لي، الحزب العمل وفي تسعينيات القرن الماضي كان زعيم الحزب كان شمعون بيريز. شمعون بيريز في تصريح شهير لديه يقول ان من العار على اسرائيل وتاريخ اسرائيل ان يكون حزب الليكود ضمن الطبقة السياسية في إسرائيل، ومن العار المركب أن يكون نتنياهو هو زعيم حزب الليكود. حزب العمل نحن نتحدث يدعي ذلك شمعون بيريس وإسحاق رابين وهذه الثلة اللي يعتبرون أنفسهم حمائم، يتحدثون بأنهم معتدلون ويريدون السلام ولا يعني يتعاملون مع الفلسطينيين وحزب الله ومع الأعداء مثل ما يتعامل حزب الليكود أو نتنياهو. الشخصية في الحزب تكون متطرفة، وأيديولوجية يعني حتى رابين يقول أن حزب الليكود ليس لديه أيديولوجية، حزب يعني مثل ما تفضلت بلطجي، يعني ما عنده أيديولوجية كما هو كما يتحدث حزب العمل. لذلك فإن الموقف الحزب يعني الذي لا يحسد عليه هو الذي يجعل منه يعني يتخذ قرارات، تشققات داخل الكيان. نعم. تشققات داخل الكيان واستغلالها من الحزب الآخر حتى يسقط هذه المنظومة الحكومية الحالية، هو استغلها مثل ما تفضلت انه هو ممكن يقول اني معتدل، واحنا لا ضمان ولا ثقة للكيان. بس احنا نتحدث بتاريخ، انا اتحدث طبعاً بتاريخ. اولا المسألة الانشقاقات وغيرها ما يحتاج أنه يجي حزب العمل أو إحنا الأعداء الإسرائيلي الحقيقيين أنه نندس بيناتهم، لا، هو الواقع اللي وضع نفسه حزب الليكود في جعل هذه الانشقاقات ومن ثم استثمرها حزب العمل. أستاذ علي عودة الجبوري محلل سياسي، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول لأستاذ إسماعيل نجار من بيروت، حفظكم الله. أكيد أحبتي المشاهدين، احنا مستمرين على رأس الساعة بتغطياتنا المستمرة من الأيام الفضائية لتداعيات ما يحصل في فلسطين المحتلة ولبنان. إلى اللقاء.